هنعمل مع بعض النهارده قوالب الشوكولاته بالمكسرات، وعامله صوص توفي. هاخد الشوكولاته اسيحها، وهاخد شويه من المكسرات من دول ادقهم خشن كده شويه عشان نحطهم وسط الشوكولاته. هنا خلاص سيحت بقى الشوكولاته، هملى الاشكال دي كده الشوكولاته. وبعدين هقلبهم كده عشان يصفوا كل الشوكولاته اللي جواهم. عملتها كلها، انتوا ممكن بدل ما تحطوا في واحده واحده وتستنوا ما تقلبوها، بتملوها كلها وتقلبوها على اي حاجه كده عشان تتصفى، وتكون تحتها ورقه زبده. في الطريقتين اللي يعجبكم يعني. هسيبها بقى تنشف، ولما تنشف خالص هحط في النص المكسرات، وده صوص التوفي. احط لكم في صندوق الوصف الطريقه بتاعته. هنا بقى بعد ما الشوكولاته جمدت هحط بقى فيها كده، نحط بندقتين، نحط مكسر كده، تحطي بندقة واحدة اللي يعجبك. هنا بقى ممكن احط الصوص اللي الطوفي في النص. بسيح بقى الشوكولاتة واحطها فوق الحشو ده، هغطي بقى كده فوق الحاجات اللي احنا حاطينها. طبعا الشوكولاتة جمدت لما سبناها شوية، فسيحتها تاني على النار عادي. اهو بعد ما عملناها بقى هنسيبها تنشف خالص براحتها، وبعد كده اوريلكم. هنا شوفوا دي اللي ما كانتش متغلفه كويس، اللي كان فيها صوص الطوفي قشرت. هي لازم تكون قوالب سيليكون عشان تبقى سهله ان احنا نزحها كده بايدينا. هنا هي بعد بقى ما طلعتهم كلهم، العيوب بقى شوفوا دي اللي ما كناش مغلفين القالب كويس بالشوكولاته، ف الصوص الطوفي طلع منها. الباقيين بقى شوفوا حلوين ازاي، وطريقه حلوه، وتخلي ولادك كمان يعني. انا ابني ما رضيش ياكل اللوز والبندق، رحت حاطهم لهم جوه الشوكولاته كده عشان ياكلوهم. وان شاء الله تكون وصفه حلوه وسهله وتعجبكم. متنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.